يا لا لي لا 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 لي يا لا لا لي لا من يحاسب ضميره ينزل الناس بمنازلها بدل موال والموال يبغى صفي الهذلان لكن بدون مر عزولنا الصفين في الميدان وتطويع الشوارد عند ابو نايف وابو ريان من يحاسب ضمير ينزل الناس بمنا بدل موال والموال يبغى صفي الهذلان لكن بدون مر عزولنا الصفين في الميدان وتطويع الشوارد عند ابونا وريان من يحاسب ضمير ينزل الناس بمنازل. ما عاد اقدر والله ما عاد اقدر والله ما اقدر. بدل موال والموال يبغى صفي الهذلان لكن بدون مر عزولنا الصفين بالميدان وتطويع الشوارد جبنا يفوي وغيان من يحاسب ضميره قنص الشوارد عند سلطان وفهد لكن لا تبرد صفوف الملعب يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 من يحاسب ضميره ينزل الناس منازله يا سلطان الجلاوي غن واسحب صوتك الجذاب أنا وياك عند أصحابنا من خيرة الأصحاب نباها غارة نكسر بها من شوكة الأجناب من يحاسب ضميره ينزل الناس بمنازله وحمود ما ادري وش باقي له بعد وحمود ما ادري وش باقي له بعد اللي وراها الحضن واهل تربه هلا يا بادي الموال قل لي وش ورا الموال ولا يا صاحبي سلطان وش لونك وكيف الحال ترى الرجال يا رجال ما يخطي على الرجال والله ما ادري شو اسمه اخرها لو هو بكيف كان ما خاشرك أحد الناس مثل الناس هون وانتبه يا لا لي يا لا لا لي يا لا لا لي يا لا لا لي لا من يحاسب ضميره لازم الله الله بدل موال والموال هذا من تخصصكم
وحنا من قديم الوقت يا العتبان نعرفكم صحيح تطوعون القاف واجيكم وطوعكم ومن حاسب ضميره ينزل من بعد ما جيناك تبشر بسعد وانته عتيبه من وراك مرتبه تقول اخطيت وانا يا وسيع المعرفه ما اخطيت لكن اشرح خطايا ان كانني مخطي لو انه بيت انا جاملت طول الليل حتى يا سعود ازريت من يحاسب ضميري ينزل سعود احسب انه على الكرسي رقد لكن تال الليل ابو نايف نبه وسعود حسب انه على الكرسي وقت تخصصنا تعرفه زين فالتدريس والتعليم اخذ لك قيم خل اللي بعد قيمك يحصل قيم وكلمتك الاخيره زايده يبغى لها تكميم من يحاسب ضميره ينزل الناس العبره القيمه ما هو كثر العدد مر عدل الفنجال الى اللي يشربه الا يا كثر ما تخطي ولا قول الولد غلطان ألا يا كثر ما تخطي ولا قلت الولد غلطان وانا قرر علومي وازن الكلمة على ميزان أرحب بك على التقدير والمعجوب والصفطان واخرها والله اللي يقرب غلطته واللي جاحت الضيف يمكن ما يعرف معزبه يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي لال مدارسكم يا ابو ريان تبقى منكم وفيكم ويمكن تالي الايام يمكن ما تكفيكم وحنا من قديم الوقت نطبخكم ونشويكم ومن حاسب ضميره ينزل حنا نواعدكم ونحضر فالوعد موجود واحط رقبه فوق رقبه